بص يا باشمهندس، موضوع محاضره النهارده هنكمل فيها البرفورمانس بتاع الويند تيربنز، وبعد كده هنتكلم على ايه انواع الويند تيربنز المختلفه وتصنيفاتها وايه المميزات والعيوب بتاع كل نوع. ده موضوع محاضره النهارده. الجزء الاولاني هنتكلم على شكل الكيرف اللي قدامك. الكيرف ده هي علاقه ما بين الباور وبين السرعه بتاعت الرياح. هتلاحظ حاجه ان في اول الكيرف، بص كده، من صفر مفيش باور، انا ما عنديش ريحه اصلا. طيب ما السرعه زادت شويه برضه مفيش. ليه بقى؟ لان في سرعه بتكون مينيمم بنسميها كاتنج سبيد. ايه بقى السرعه المينيمم دي؟ دي ادنى سرعه تقدر بايه؟ تقوم التربينه. ليه؟ التربينه دي اولا ليها انرشيا، صح كده؟ فانا محتاج ان انا اتغلل عن العزم الايه؟ الدوران اللي في الاول ده خالص. محتاج كمان ان في احتكاك بيحصل فين؟ ها؟ بيحصل في مكونات التربينه، صح كده؟ يعني في لصص بتحصل. يعني انا دلوقتي الشافت ده مش بيبقى فيه جير بوكس زي ما احنا قلنا؟ طيب ما ده احتكاك ولا مش احتكاك؟ احتكاك. اول ما يبدا يتغلب على الجزء ده يبدا يحصل ايه؟ ها؟ يبقى فيه ايه؟ فات ان سبيد. يبقى دي بدايه الدوران انها تبقى تدي باور يعني. خلاص؟ بيكون قبل كده مفيش تقريبا باور. ففي فات ان سبيد. بعد كده يبدا يحصل زياده في الباور مع زياده مين؟ السرعه بتاعت الرياح. وده منطقي جدا لان اوعى تنسى ان انا عندي علاقه بتربط الباور مع السرعه المكعبه. صح كده؟ يبقى كل ما كانت السرعه عاليه كل ما تلاقي الباور ايه؟ حصل له ايه؟ قعد يزيد معايا. طيب اسال سؤال بقى، هل الكلام ده لانفينيتي لما لا نهايه؟ يعني معنى ايه؟ افرض ان انا في مكان، وخلي بالك من الجزئيه دي كويس قوي، ان الطاقه المتجدده بشكل عام، ها؟ انت ما بتقدرش تتحكم في مستوى الطاقه. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك مثلا محطه سرب بتحرق فيها غاز طبيعي، ممكن تقلل الكميه؟ اه ممكن اقلل الكميه بمزاجك انا او مزاجك عادي. طب هل انا اقدر اقلل الرياح؟ يعني مثلا السرعه عليت من 6 ل 8، خلاص؟ عليت من 8 ل 10، هو انت في ايدك انك تغيرها؟ ولا في ايدي اغيرها، ولا في ايدي اقللها، ولا في ايدي ازودها. اذا معنى كده ان انا هفضل في ريجن 2 في المنطقه رقم 2 مور ذا مور، يعني زياده السرعه معناها زياده باور. طب هل الاجزاء بتاعت التربينه من وجهه نظر الايروداينامكس، لو انا هتكلم على الريش، لو هتكلم على الهب، لو هتكلم بعد كده على بقيه الاجزاء بتاعه التربينه كشافت وكجير بوكس وكجنريتور، هل هيتحمل السرعات العاليه دي وعزوم الدوران العاليه؟ هقول لك لا، في ليميت لايه؟ للسرعه. فباجي اقعد معايا السرعه عماله بتزيد والباور بيزيد لحد ما اوصل لنقطه بيسموها حاجه اسمها الفي ريتد. الفي ريتد دي السرعه القصوى، ها؟ اللي ايه؟ اللي بيبقى عندها التربينه شغاله بدون تحكم، انا كده ما اتحكمتش لسه في التربينه. طيب افرض ان السرعه زادت، معنى زياده السرعه زياده الباور. طب افرض التربينه بتاعت سيادتك مش هتقدر تتحمل الباور ده، هعمل ايه بقى؟ هعمل حاجه اسمها كنترول، هتحكم في زوايا الريش. طبعا دي المحاضره ان شاء الله الثالثه في الويند تربن هنتكلم فيها في التحكم بيتم ازاي. بغير الزوايا بتاعت الريش بحيث ان انا اقلل قيمه الباور ريتد، ها؟ اللي هو هيطلع. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي المفروض السرعه زادت. انا بغير في الزاويه بحيث ان في النهايه حتى لو السرعه زادت يحصل ايه في قيمه الباور؟ تفضل قيمه الباور ثابته. حلو كده؟ بقدر اعمل الكلام ده، خلاص؟ بيسموه بيتش كنترول، او ساعات بنسميه ستول كنترول، في فرق ما بين الاثنين هنعرفه ان شاء الله قدام. سواء الكنترول ده، بيفضل الباور زي ما انت شايف ثابت، يبقى انا عندي زياده في السرعه بتاعت الويند، لكن ما عنديش زياده في مين؟ ما عنديش زياده في الباور. لحد ما بوصل لسرعه معينه بعدها ما بقدرش اتحكم، يعني حتى لو غيرت في الزوايا ده خطر على مين؟ خطر على التربينه برضه، تمام؟ باجي عند سرعه بيسموها الكات ايه؟ ها؟ الكات اوف، او ساعات بيسموها الكات اوت، تمام كده؟ في الحته دي بص كده تلاقي التربينه خرجت بره الخدمه، يعني هي بيعمل لها بريكنج وبايه؟ وبيخلاص ما بيحصلش دوران خلاص، يبقى في رياح موجوده اه خلاص، بس التربينه دي كانها ايه؟ ها؟ كانها جسم صلب، لا بتلف ولا بتتحرك، تمام كده؟ بحيث ان انا احافظ على التربينه في الاريا دي، يبقى التربينه فعليا شغاله فين؟ شغاله من اول الكات ان لحد مين؟ لحد الكات اوف. دي المنطقه اللي شغاله فيها التربينه. طب القيم دي كمينيموم وكماكسيموم، اللي هو اقل قيم واعلى قيم، مين اللي بيحددها؟ اقول لك ده التصميم بتاع التربينه اللي بيحددها.
يعني زي ما هنعرف بعد شويه الهوريزونتال اكسس والترنال مختلفه في الكاتن سبيد عن الفيرتيكال. دي ليها سرعه بتقوم عندها ودي ليها سرعه بتقوم عندها. وخلي بالك كل ما كانت السرعه قليله كل ما كانت دي ايه ميزه. ليه؟ لان ده بيديك بوتنشال اكبر انك تقدر تعمل ويند تيربنز حتى في المناطق اللي السرعات فيها ايه متدنيه. لان انا ممكن اخاف ان السرعه تكون متدنيه، مش هقول لك بقى الباور قليل ولا مش قليل، لا ده حضرتك التربينه مش هتقوم اصلا. تمام كده؟ يعني التربينه في الاساس هي مش هتقوم، وبالتالي لازم اشوف القيمه دي كام واشوف القيمه برضه القصوى كام عشان اقدر اخد باور بريت معين. تمام كده؟ الكيرف ده هو اللي بيوضح لك الكلام ده، الكلام اللي انا قلته هتلاقيه موجود في 5 سلايد تقريبا مشروحين ورا بعض. تمام كده؟ اهم حاجه بالنسبه لي انت تعرف ان في حاجه اسمها كات ان الفي ريتد، واخر حاجه كات اوف او كات اوت. في ناس بتكتبها كات اوف وفي ناس بتكتبها كات اوت. تمام؟ يبقى اتفقنا ان العلاقه دي في الحته دي تمام؟ اللي هي العلاقه اللي احنا عارفينها اللي هي الباور اس ايه؟ الباور اللي تناسب مع الفي اس 3. بعد كده انا مش هقدر ماشي اطلع باور اكتر من كده، التربينه بتاعتي مش هتتحمل كاجزاء، يبقى اتفقنا ان احنا بنثبت قيمه ايه؟ بنثبت قيمه الباور. عندي مفهوم من ضمن المفاهيم اللي احنا هنشوفها مع بعض لما تيجي تشوف الكيرف بتاع ويند تيربين، هتلاقي علاقه ما بين بارامتر احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وهو قيمه السي بي اللي هو الباور بروفيشن. وبيحط لك على الاكس دي حاجه اسمها لندا، او ساعات بيكتبوا لك كده تيب سبيد ريشيو. في ناس بيكتبوا لندا وفي ناس بيكتبوا تيب سبيد ريشيو. ايه تيب سبيد ريشيو او ايه لندا؟ تيب سبيد ريشيو باسمها سرعه التيب. يعني دلوقتي عندي ريشه اهي، هي الريشه السرعه عند التيب كام؟ دي كده اسمها في كام على سرعه الويند. اللمضه دي قيمه مهمه جدا 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 في تحديد اداء التربينه، بحيث انك تشغل التربينه عند قيمه مرتفعه جدا في الاداء. تلاقي دايما العلاقه بين التربينه، لان كده العلاقه بالشكل في عندي لمضه او ديب سبيد ريشيو بتحقق ايه؟ سي بي ماكس، اقصى سي بي للتربينه بتاعتي. لو رحت شغلتها عند اكتر من كده تيب سبيد ريشيو، اقل من كده تيب سبيد ريشيو، تلاقي الباور بتاعتك ايه؟ قلت. طب انا عاوزك تفسر لي هو ايه اللي بيخلي الباور تقل او الباور تقل لو اتحركت كده او اتحركت كده؟ يعني الانخفاض المفرط في قيمه التيب سبيد ريشيو او الزياده المفرطه في قيمه التيب سبيد ريشيو. ليه الباور بتقل؟ وليه لازم اشتغل اوبتيمم هنا؟ يعني تشغل التربينه هنا في الحته دي. طبعا معنى كده عشان بس تبقى فاهم احنا بنعمل ايه. احنا بنبقى عارفين متوسط سرعات الرياح في المنطقه دي كده. فده بقى مفروض عليا، صح كده؟ مين اللي في ايدك انت كديزاينر؟ الحته دي بتاع سرعه التب، سرعه التب دي اصلا في الاساس اللي هي بتتناسب مع الاوميجا ار. اوميجا السرعه الدورانيه، صح كده؟ في الريديوس. دي بتاعتك. السرعه الدورانيه تشغل عندها التربينه والقطر او الريديوس بتاع التربينه. ده بتاعتك انت. فممكن تزود تقلل ده على حسب ايه؟ الويند سبيد. طيب برضه لسه السؤال هو هو. ليه بقول ان الويند سبيد نسبة للتيب سبيد مهمة جدا؟ ليه الرقم ده لو زاد قوي وحش ولو قل قوي وحش برضه؟ وليه القيمة اوبتيما؟ تختلف من تربينة لتربينة. وهوريك كيرف دلوقتي عاوزك تفسر لي هو ايه سبب الاختلاف؟ يعني هتلاقي تربينات بيحصل التيب سبيد ريشيو الماكسيموم سي بي عند تيب سبيد ريشيو ممكن تكون 8/10، ممكن تكون 1. تلاقي تربينات تانية بتحصل عند 2، تربينات تانية بتحصل عند 4 و5. طب ليه؟ صح. بص هو بيقول لك ايه؟ هي دي نسبة ما بين سرعة الريشة لسرعة الهواء. طيب تفترض معايا ان سرعة الويند داخلة بسرعة ثابتة. لو انت لففت الهواء الريشة بسرعة عالية جدا، الهواء ده هيشوف الريشة ازاي؟ كأنه جدار. مش هيلحق يخش ما بين الريش عشان يعمل ريت تشينج اوف مومنتوم. صحيح؟ هيشوف جدار. فتلاقي الباور قلت ولا ما قلتش؟ قلت.
او العكس بقى، يعني ايه نفس سرعه الرياح وجيت انت خليت الريشه بتجري بسرعه منخفضه جدا عماله بتمشي على مهلها، يعني عارف اللي هيحصل ايه؟ الهواء هيعدي ما بين الفراغات ما بين الريش بدون برضه ما يعمل ريت تشينج اوف مومنتم. ليه؟ لان سرعه الريشه قليله جدا بالنسبه لسرعه مين؟ بالنسبه لسرعه الهواء. فتلاقي الريش عامله كده، الهواء عدى ولسه الريشه الثانيه ايه؟ ما جاتش. يبقى في فراغات في النص هتعدي منها ايه؟ الهواء. يبقى السرعه المتدنيه او التيب سبيد ريشيو المتدنيه سيئه. ليه؟ لان الهواء بيعدي بدون ما يعمل ريت تشينج اوف مومنتم نتيجه الفراغات، وان السرعه بتاعت التربينه او الريشه قليله، فعادي جدا هيعدي بمطال بطاطا. طيب لو هو بقى السرعه عاليه جدا زي ما قلت لك، هتشوف وكان الديسك ده سوليد ديسك، يعني هتشوف مش هتشوف ريش اصلا، انت كل اللي هتشوفه ايه؟ هتشوف دايره، صح كده؟ فالهواء هيشوف دايره فمش هيلحق اصلا يعدي، تمام كده؟ الهواء مش هيلحق يعدي، وبالتالي هيقلل قيمه مين؟ هيقلل قيمه الباور. يبقى سواء كده او كده ده قيمه مش مناسبه، تمام كده؟ كل اللي احنا بنعمله بنقسم قيمه الفلوست بتاع التب على الايه؟ او السبيد بتاع التب على السرعه بتاعت الويند، يديني التب ايه؟ التب سبيد ريشيو. طيب تعالى اوريك كيرف، عايزك تفسر لي ايه الفرق ما بين هنا وهنا؟ واقرا، هو للاسف دي مش باينه. دي عند تقريبا قول مثلا 56%، يعني التب سبيد ريشيو اللي اتحقق لك ماكسيموم سي بي تقريبا عند 56% 57%. طيب بص هنا كده، قيم كام اللي اتحقق لك اقصى سي بي؟ 5 ساعات اكتر كمان. طيب ايه الفرق بين الكيرفين؟ وايه الفرق الرهيب ما بين 8 من 10 ولا 6 من 10 ولا 56%؟ هو بين 5. بص كده، نمبر اوف بليت. طيب سيبك من دي خالص، خلينا بص كده عليه. ايه الفرق ما بين، خلينا نبص على ريشه واثنين وثلاثه واربعه، ايه الفرق ما بين الكيرفات؟ قول لي كده ايه اللي انت لاحظته؟ سيبك من دي خالص دلوقتي، عند 3 بليدز بتبقى اوبتيمم للسي بي. عند 3 بليد بتبقى اوبتيمم للسي بي، بس عند تيرز بيد ريشيو اقل من التيرز بيد ريشيو مثلا بتاع الاثنين او بتاعت الواحد، بس السي بي بتاعتها اعلى. تمام، ليه بقى؟ لما احنا بنزود البيت من تابس الانرجي اكتر، بس لو قلناها قوي فمش ما خلي بالك لما زودتش قوي، يعني انت 1 2 3 4 صح؟ هو في مفهوم، ليه مفهوم كده احنا قلناه في التربيه؟ سولوديتي. سولوديتي ايه السولوديتي دي؟ السولوديتي دي هي الاريا اللي ماليه المجال بتاع الهواء بالنسبه للاريا الكليه كده. يعني لو انت عندك تربيله بالشكل ده، ايه الاريا اللي ماليه؟ الريشه دي، ولو في ريشه هنا افترض ان هم 3 يعني، وريشه هنا، فبتشوف الاريا بتاع ايه؟ بتاع الريش دي قد ايه؟ فدي كده الاريا بتاع البليدز على الاريا توتال، اللي هي تعتبر بالنسبه لي هنا ايه؟ سلانت باي على 4 دايمتر سكوير. خلاص؟ طيب كل ما عدد الريش زاد كل ما الاريا بتاعت البليدز ايه؟ زادت، كل ما السولوديتي زادت. طب السولوديتي دي لما تزيد، نرجع بقى للمفهوم اللي ايه؟ ها؟ اللي باسل قاله لنا. قال لك السولوديتي دي بقى لما بتزيد بتخلي لك السرعه اللي يحصل عندها حته من ان الهواء يشوف التربينه كانها بلوك بتبقى اقل. صح كده؟ عشان كده بص كده معايا، واحد يعني لو ريشه واحده هتديك باور قليله، لان انت ما قدرتش تعمل كابشن لان عدد الريش قليل. تمام؟ لان ده الوسيط اللي ما بينك وما بين مين؟ وبين الهواء. ولكن قيمه قصوى للسي بي فين؟ عند تيب سبيد ريشو عاليه قوي. ليه؟ لان هي ريشه واحده. مهما تقعد تعلي سرعتها هي ريشه. طب زود عدد الريش لاثنين لثلاثه، ها؟ تلاقي السرعه اللي بيحصل عندها
ها اقصى باور، لان بعد كده زي ما قلت لك الريشه دي او المروحه دي او البلور ده او البروبيلر ده هيلف بسرعه تخلي الهواء يشوف هو كانه صلب، تبقى ايه ها عند سرعات اقل. وبالتالي بص كده لو خليت عدد الريش 2 ايه اللي يحصل للسي بي؟ تلاقي السي بي نط منك علم. ليه؟ لانك بدل ما بتعمل كابشن من ريشه تعمل كابشن من ريشتين، فده منطقي. حلو جاب؟ لكن ايه اللي حصل لقيمه التنس بيد ريش اللي عندها سي بي ماكسيموم؟ تلاقي قلت شويه. طيب تعالى بص كده لو 3 تلاقي الباور عينت ايه؟ اكتر واكتر. بس ايه اللي حصل لقيمه التنس بيد؟ ها؟ بقت ايه؟ ها؟ بقت اقل وهكذا وهكذا. طيب اسال سؤال، ده كده اسمه هوريزونتال اكسس وينتر. طب الفيرتيكال بقى بص كده معايا، اولا تعالى نلاحظ الفرق في السكيل او الفرق في قيمه الباور كوفيشن والفرق في قيمه الباور كوفيشن، لان خلي بالك الكلام ده هنكمل عليه المحاضره. بص كده الارقام هنا كام؟ 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 لحد نص. طب بص كده على الفيرتيكال كام؟ اخرك لا مش من نص لحد اخرك 2 من 10 ده اخرك. خلي بالك من الملاحظه دي. رقم 2 بتشتغل عند التنس بيد ريشيو كام؟ بص كده تقريبا قول نص. ليه؟ دي سافونيوس على فكره. هنشوفها دلوقتي مع بعض. ليه سافونيوس بتشتغل عند التنس بيد ريشيو قليله قوي كده؟ وخلي بالك ما تربطش دي انها فيرتيكال يعني. عادي ممكن تكون فيرتيكال وما بتشتغلش كده. هو الديزاين بتاعها اللي هو عايز يكاتش الهواء. لا الديزاين بتاعها اصلا ان البوكيتس بتاعتها اللي احنا هنشوفها بعد شويه واخده اريا كبيره من اريا التدفق، وبالتالي السلوط بتاعها عالي قوي. فتلاقي حصل اقصى حاجه بدري. مش احنا لسه قايلين ان اللعبه كلها لعبه سلوطتي؟ طب السلوطه دي اصلا في تربين السافونيوس عاليه جدا. هتشوفها دلوقتي هوريها لك. فانت هتعرف انها عاليه مقارنه بايه؟ ها؟ بتربين هوريزونتال مثلا. او بداريوس زي برضه ما هنشوف. خلينا بس ايه خلينا واحده واحده هنرجع لها تاني. دكتور معلش اتفضل. هو انا مش فاهم بس حته التيبس بيت ريش، يعني مثلا لو سرعه الريشه عاليه فمعناها ان سرعه الشفط بتاعي عاليه فهاخد جنريتور فيديني باور عالي. ده يعني لو السرعه عاليه جدا عن حد معين ده معناه ان الهواء ماشي مش هينساب على الريشه هيخبط فيه. تمام بس سرعه الريشه عاليه سرعه الشفط عاليه بس التورك قليل. بس التورك قليل ما هو انت عندك باور تورك اوميجا صح كده؟ اه السرعه عاليه جدا بس الباور التورك قليل جدا تمام كده؟ وعلى فكره انا اقول لك على حاجه، الشفط في النو في النو لود عباره عن ايه؟ يعني لو انت عندك شفط بيجري في النو لود وعندك سرعه عاليه جدا ومفيش تورك صح؟ لو بنصنف الويند تيربنز بشكل عام كمحطه، انا هتكلم دلوقتي على محطه تمام؟ ممكن نصنفها طبقا لحاجه اسمها ريموت ويند باور بلانت. يعني ايه ريموت؟ ريموت يعني باختصار بيجي في منطقه نائيه ماشي؟ منطقه بعيده جدا عن وسط المدينه، منطقه صعب ان انت تعمل لها اكسس وان انت توصل لها بكيبلز، وممكن يحط ويند تربنز. يبقى الويند تربنز في الحاله دي هدفها ايه؟ تغذيه المنطقه بس. يعني ما بتخشش على الشبكه اصلا، مالهاش علاقه بالشبكه، هو كل اللي بيحصل مجموعة أهالي بيجمعوا زي ما مجموعة أهالي بيجمعوا بيجيبوا ديزل مثلا بيجمعوا وفي ويند تيربن بتتحط. الويند تيربنز دي تمام هدفها إنها تنتج لك قدرة. القدرة دي بتخش دايركت على الحمل بتاع المنازل وبتاع الأماكن اللي إيه اللي في الإيه اللي في المنطقة تمام. مشكلة الويند تيربنز اللي من النوع ده إن لازم تصمم بدقة وبعناية بحيث إن المينتنس تكون أقل ما يمكن. ليه بقى؟ لأنك أنت في مكان أصلا بعيد جدا. مين الفني ها ومين المعدات اللي هتخش لك عندك عشان تقدر تعمل لك صيانه، وبالتالي يبقى يهمني قوي ان فترات الصيانه تبقى ايه؟ تبقى بعيده قوي تمام. يعني كل ما اعمل صيانه تبقى فتره طويله، ما ينفعش تكون تربينه معرضه دايما ان انا لازم اعمل صيانه لازم اعمل صيانه كل شويه تمام. فدي بيسموها ريموت ويند باور ايه؟ ويند باور بلانت. طيب في نوع تاني من الباور بلانت وهو الهايبر. ايه الهايبر ده؟ الهايبر ده ان هو بيقول لك ان انا دايما ما اقدرش استغل طاقه واحده متجدده. ليه؟ ما احنا عارفين احنا اتفقنا ان الطاقه المتجدده ماشي بتزيد وبتقل، ممكن ما تطلعش تمام كده بالمقدار اللي احنا طالبينه، ممكن تلاقي سرعه بتاعت الرياح قليله، ممكن تلاقي سرعه الرياح عاليه صح كده؟ يعني احنا لسه متفقين ده سرعه الرياح لو عالت على حد ما انت بتقفل التربينه اصلا
تمام؟ فدي مش ميزه برضه. فبالتالي ممكن استغل وحدتين مع بعض. يعني ايه؟ يعني ممكن اجيب وحده باور بلانت ويند مثلا واحط جنبها سولار مثلا. تمام كده؟ انا عندي وحدتين. والله لو حصل ان سرعات الرياح قليله او سرعات الرياح مش مناسبه فهي السولار ايه شغاله وبتخزن وايه وبتطلع باور. والله لو حصل ان انت جيت في يوم في غيامه فهتلاقي السولار باور بلانت الكفاءه بتاعتها تدنت شويه، يبقى ممكن الويند ايه ها تبقى شغاله وتبقى تدخل الباور دي على الشبكه او الخدمه بتاعتك. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها هايبر. النظام الهايبر ده شبه النظام بتاع الجريد، شبه نظام الشبكه. نظام الجريد ده يعني ايه؟ يعني الويند تربنز دي ما بتكونش لوحدها، لا هو بتروحش تغذي مثلا بيت محمد صلاح مثلا، لا ده هو اللي بيحصل ايه؟ ان الويند تربنز دي او الفارم دي تمام بتغذي الشبكه الموحده بتاعت الدوله، خلاص كده؟ وبعد كده الشبكه الموحده بتاعت الدوله بتعمل ايه؟ توزيع. دي اشبه ما تكون لمين؟ للهايبر. ليه؟ لان الهايبر بالنسبه لي انا هو عباره عن تجميعه كذا مصدر. يعني ايه؟ هو عنده سولار على ثيرمال على جاز على كومبايند على ويند على جيو ثيرمال على هايدرو باور، صح كده؟ كل ده بيجمع الطاقه بتاعته ويرميها فين؟ على الشبكه الموحده بتاعت الدوله. وبعد كده الشبكه الموحده تبدا تعمل ايه؟ عمليه التوزيع. يبقى انت ممكن تكون عندك المحطه بتاعتك قائمه بذاتها لمنطقه معينه، وممكن تكون المحطه بتاعتك على الشبكه الموحده، ما بتجيش دايركت حل، تمام كده؟ ده ممكن يكون الانواع اللي موجوده عندك. اخر نوع انه يكون عندك ويند فارم. ويند فارم دي يعني انت زي ما انت عارف مزرعه رياح. مزرعه رياح دي يعني فيها مجموعه من تربينات الرياح، غالبا ما بتكون هورزونتال اكسس وين تربين، تمام؟ وهنعرف ليه دلوقتي بتكون هورزونتال، بحيث انها تقدر تطلع لك قدر كبير جدا من القدره، تمام كده؟ دي انواع الايه المحطات اللي بتبقى موجوده عندك. لو خصمنا في التربينات بتاعتي فممكن اصنفها طبقا لوجهتين نظر. وجهه النظر الاولى طبقا للفورس اللي بتدورها، وفي شويه مفاهيم هنغيرها النهارده، تمام؟ المفاهيم دي للاسف مخلوطه عن بعض القوى اللي احنا شرحناها في الشابترز الاولانيه، وهي قوى الليفت والدراج. وده السبب ان احنا ليه ادينا ليفت ودراج. اول حاجه ان بيكون عندي قوتين. اي جسم بيعدي عليه كميه فلو هواء ميه غيره بيأثر عليه قوتين اساسيتين، ايه هما؟ الليفت والدراج. الدراج بيكون في اتجاه السرعه النسبيه زي ما كلنا عارفين، والليفت بيكون ايه؟ بربنديكولار عليه. اول فكره مغلوطه هنغيرها ان دايما انت حاطط في ذهنك ان الدراج وحش. الدراج شر والليفت خير. ده غلط. حلو؟ هما قوتين موجودين. خلاص كده؟ يبقى خلي بالك الدراج، الدراج مش وحش. الدراج مش حاجه وحشه. انا هقول لك امتى يبقى حاجه وحشه. تمام؟ انا عندي تربينات بتدور مين بالدراج وعندي تربينات مين بتدور بالليفت. على فكره انا العلم وهثبت لك الكلام ده النهارده، مفيش حاجه اسمها اصل التربينه دي بيزد دراج او التربينه دي بيزد ليفت يبقى بتعتمد على الليفت بس او الدراج بس. هقول لك لا، الكلام ده غلط. اي تربينه موجوده بتعتمد على الليفت والدراج. يعني ايه؟ يعني فيها ليفت ودراج. وهحلل لك دلوقتي القوه وهتعرف ان في ليفت ودراج على اي تربينه. طب امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان مين القيمه الدوميننت؟ مين القيمه المسيطره؟ يعني بص التربينه دي اسمها ايه؟ اسمها سافونيوس. بص كده معايا الاريا بتاعت الريش بالنسبه للاريا بتاعت التدفق كبيره ولا مش كبيره؟ عشان كده قلت لك السولوجي بتاعتها ايه؟ عاليه. عشان كده تلاقي التيب سبيد ريشيو اللي بيحصل عندها ماكسيموم سي بي وايه قليل. طيب تعالى ناخدها واحده واحده. هي التربين دي شغاله ازاي؟ وليه صنفت انها دراج؟ طيب بمنتهى البساطه الهواء ده جاي من هنا وعباره عن فوكت كده وفوكت الناحيه الثانيه. كانها نص اسطوانه كده ونص اسطوانه كده، او جزء من اسطوانه كده وجزء من اسطوانه كده. ايه اللي بيحصل؟ بمنتهى البساطه الهواء بيجي يعدي كده، خلاص؟ بيجي يعمل ريت تشينج اوف مومنتم. الهواء ده بقى ركز معايا السرعه اللي المفروض ماشيه كده، صح؟ الدوران او الحركه هتكون في انهي اتجاه؟ في اتجاه موازي للسرعه النسبيه، يبقى ده دراج تايب. عشان كده سموها بتجري بالدراج. خلاص؟ انا هحلل لك القوه بعد شويه، هتلاقي في ليفت ودراج. لان مفيش حاجه بزاويه صفر،
في زاويه، طالما في زاويه يبقى في ليفت اوفر. يعني هنا هتعرف دلوقتي بعد شويه ان في زاويه. انا عندي جزء كونكاف وجزء كونفكس. طيب لما الهواء بيعدي كده يا باشمهندس بتلاقي القوه اللي على البوكيت دي اعلى من القوه اللي في الناحيه الثانيه، وده اللي بيسبب الدوران اصلا. لان على فكره القوه لو دي قد دي هي مش هتلف اساسا، اللي انا خليها تلف تمام. فالقوه اللي على النص اللي تحت اكبر من القوه على النص اللي فوق. اول حاجه عاوزك تعرفها، خدت بالك من حاجه؟ ان في قوه كاونتر فورس بتعاكس القوه الاصليه، ده سبب انخفاض السي بي اللي احنا لسه كنا بنقول لك السي بي كان كام؟ اقصى حاجه 2 من 10. خدت بالك؟ ودي عيب من ضمن العيوب، ان الريش مش كلها بتبقى شغاله معايا في انها تطلع باور. يعني انت عندك الريشه هنا او البوكيت دي منتجه للقدره. طب والبوكيت الثانيه؟ لا، ده بتعمل كاونتر فورس، يعني بتقلل ايه؟ بتقلل القدره. لما تيجي تلف وتعكس، ها يعني لما تيجي تلف هيبقى الكونكيف كونفكس والكونفكس كونكيف، فيحصل العكس برضه وهكذا. هتلاقي الباور دايما ايه؟ ها؟ الباور دايما قليل. طيب يبقى النوع ده اسمه دراك تايب، لانه مينلي بيعتمد على الدراك. طيب في انواع تانية بتعتمد على اللفت، زي مين؟ زي مثلا هو ايه الفايده من الاستخدام؟ طيب هقول لك دلوقتي لما نيجي في اخر المحاضره لو عرفنا نوصل لها يعني تمام، هتعرف ايه المميزات اللي بتميز الانواع ده على الرغم من انها ليها مصايب كتير. طيب ده نوع اسمه داريوس تيربو، ده بيسموه اتش رو، النوع ده اسمه اتش رو. نوع داريوس ده هو عباره عن ريشتين ايروفويل، تو ايروفويل او ثلاثه، احيانا بيكونوا ثلاثه تمام. الايروفويل اللي انت شايفها دي بتبدا لما الهواء ينصب عليها تخلق ليفت ودراج زي ما كلنا عارفين. طيب بص كده على تحليل القوه، معلش عشان خاطر ايه الحته دي تهمني قوي. بص كده معايا، المفروض الويند جاي كده اللي هو السحب كده، الريشه دي المفروض هتجري كده صح؟ يبقى انا عندي ويند في الاتجاه ده، وعندي سرعه للريشه في الاتجاه ده تمام كده؟ طيب خلي بالك من النقطة بقى، عندي اللي باللون الأحمر، السهم اللي باللون الأحمر ده السرعة النسبية اللي أنت بتحقق على أساسه أو بتحط على أساسه اتجاهات الليفت والدراج. فلو عندك الأحمر ده هو السرعة النسبية خلاص؟ هيبقى عندك الدراج كده والليفت كده صح كده؟ هنا بقى عشان أثبت لك إن مفيش حاجة اسمها ليفت بيور ولا دراج بيور. طب ما هو الريشة دي بيأثر عليها قوة دراج كده وقوة ليفت كده. لما نيجي نحلل القوتين طبقا للتحليل اللي احنا حللناه في شابتر 1، هنلاقي ان القوة النت في الاخر بتدور التربيلة في الاتجاه ده ناحية مين؟ ها؟ الدوميننت ناحية مين؟ ناحية الليفت. طب معلش هسألك سؤال رخم شوية، هو الهواء هيتعامل مع الريشة اللي تحت زي ما هيتعامل مع الريشة اللي فوق؟ لا. ده عيب ولا ميزة؟ عيب. ده عيب، عيب كبير قوي كمان. اقول لك على حاجة تانية كمان، هي الريشة دي لما تيجي تلف هتلف ان شاء الله، يعني هتيجي هنا في الوضع ده في البداية لفت كده شوية، الانجل وفتاكة هتتغير ولا مش هتتغير؟ يبقى كل القوة هتتغير ولا مش هتتغير؟ وده عيب ولا ميزة؟ ده عيب. عارف ليه؟ لأن معنى كده إن الفورسز والقوة والباور المنتجة ليست ثابتة على مسار الدوران. يعني إيه؟ لو أنت عملت زاوية سيتا واعتبرتها الدوران من 0 ل 360 كأنها لفت لفة كاملة، هتلاقي قيمة الباور السي بي ليست قيمة ثابتة بل قيمة ايه؟ متغيرة متذبذبة. تلاقي ايه؟ تلاقي قليلة عليت وصلت لماكسيم عند الاوبتيمم انجل وفتاك رجعت تاني ايه؟ قلت وهكذا. امال الباور اللي بنشوفه في الكيرفات ده ايه؟ ده المين باور او الافرج باور خلاص كده. لكن فعليا الباور بتاع التربينات الفيرتيكال كلها بيبقى باور ايه؟ فلكتويتد، طالع نازل طالع نازل. وده عيب ليه؟ لان زي ما قلت لك لو افترضنا ان انا مصمم اوبتيمم في الحاله دي، طب ما هو الريشه دي هتلف اصلا، يعني الانجل وفتاكه هتتغير ولا مش هتتغير؟ والانجل وفتاكه لو اتغيرت يبقى ايه اللي هيحصل؟
لو الانجلو فتاكت غيرت يبقى كل حاجه هتتغير. قيم اولا الريلاتيف فيلوستي كفاليو هتتغير، زاويتها هتتغير، يبقى الليفت والدراج هتتغير ولا مش هتتغير؟ فاكر يعني هنيجي في منطقه معينه تلاقي ال W السرعه النسبيه دي هتلاقي قد كده صغيره جدا. طب ما ده معناه ان الليفت والدراج هيبقوا قليلين. انت عارف ان احيانا اصلا بتعدي بنيجاتيف تورك او نيجاتيف باور، يعني التربين اصلا ما بتنتجش، ده عاوزه حاجه تدورها، يعني تلاقي في منطقه معينه تلاقي السي بي دي نيجاتيف بس الافرج ايه؟ ها؟ بوزر. عشان كده تلاقي دايما تربينات الفيرتيكال دي تلاقي ايه؟ قيمه السي بي بتاعتها ايه؟ متدنيه جدا. عكس الفيرتيكال عكس الهوريزونتال زي ما هنعرف بعد شويه. تمام؟ يبقى التربينه دي قايمه على ايه؟ قايمه ملي تمام كده؟ على الليفت، ولكن ده مش معناه ان مفيش تاثير لمين؟ للدراج. طيب اسالك انت بقى سؤال، الدراج هنا وحش ولا حلو؟ سيء، لانه بيحاول يعاكس ايه؟ الحركه. ليه؟ لان في الاخر الليفت هيتحلل كده والدراج هيتحلل في الاتجاه الثاني، يبقى الدراج بيشد التربينه الناحيه الثانيه ولا لا؟ يبقى الدراج هنا ايه؟ سيء. صح؟ طب الدراج هو هو بقى كان في سافونيوس كان كويس، كان هو اللي مدوره. عشان كده بقول لك ما تخلطش ان دايما الدراج وحش، لا هو الدراج مش وحش، هو في احيان بيبقى وحش. تمام؟ طيب تعال، دي برضه تربينه هوريزونتال اللي هي التربينات اللي احنا دايما بنشوفها، اللي هي بتكون في تاور والتربينه فوق خالص متعلقه، بتكون غالبا ثلاث ريش، دي التربينه هوريزونتال هندرسها مع بعض بالتفصيل. برضه دي بتعتمد على مين؟ دي بتعتمد على الليفت. تمام كده؟ برضه زي ما اتفقنا فيها ليفت ودراج، بس ملي انت بتعتمد على الليفت. عشان نفهم اكتر اللي انا بقوله، انا حطيت لك مثلثات السرعه والفورسز اللي مؤثره على الثلاث تربينات اللي انا اتكلمت عليها. خدني على قد عقلي واحده واحده. اول واحده دي اللي هي الهوريزونتال العاديه خالص، اللي هي بتكون عمود خلاص كده، وفي ثلاث ريش مترصصين فوق كده. تاور وفي شف وفي ايه؟ ثلاث ريش. ادي الريش، ركز معايا بالله عليك. ادي الكورد. وادي سرعه الريش. ودي سرعه الريشه، ودي السرعه النسبيه. السرعه النسبيه دي هي اللي بتحدد على اساس صفيمه الدراج واللفت او اتجاهات الدراج واللفت. طيب ادي الدراج مع السرعه النسبيه اهو، واللفت اتجاه تانجنشال صح كده؟ ماشي، واتجاه ايه؟ فيرتيكال. طيب اتجاه التانجنشال هو المسؤول عن مين؟ عن الاداره اهو، ده روتيشن بلان، يبقى هو هيتحرك كده. يبقى دي بتعتمد على مين؟ اه على اللفت والدراج، اه بس ميلي هي لفت. طيب اسال سؤال بقى، هي الريشه دي لما تلف هل الزاويه ما بين الكورد والفلو او الريلاتيف فيلوستي اللي هي بتحقق الانجلو فتاك، ما هي الزاويه ما بين الريلاتيف فيلوستي والكورد دي الانجلو فتاك، الزاويه دي بتتغير؟ لا. ليه بقى؟ بصوا كده معايا، العمود اهو والريشه اهي خلاص، البروفايل اهو والهواء داخل كده، وهي بتلف كده ايه اللي هيتغير؟ ولا في حاجه بتتغير؟ يبقى بالتالي هاخد نفس قيمة الباور ها على طول مسار ايه؟ الدوران. عشان كده الناس اللي شغالة سيميوليشن هيلاقي الهوريزونتال اكسس ويند تربن دايما بنشتغلها ستيدي ستيدي فلو، لان مفيش تغير للزوايا. طيب تعالى كده معايا روح لي نيجي مثلا داريوس ثلاث ريش برضه وايروفويل برضه، عشان ما تقولش الفرق في ايروفويل ومش ايروفويل، دي ايروفويل ودي ايروفويل. بس دي فيرتيكال زي ما انت شايف، بص كده ثلاث ريش اهو، والعمود في النص بايه؟ بيجمع عليه الباور. ركز معايا بعد اذنك. عندك برضه الدبليو اهي هي السرعه مين؟ السرعه النسبيه. بص كده معايا بعد اذنك. ادي الدراج في اتجاه مع السرعه النسبيه، والليفت بيطلع عليه زي ما احنا شايفين. طيب القوه النت هتخلي التربيه دي تلف كده صح؟ ركز معايا بقى. هي الريشه دي لما تيجي هنا، لما تيجي هوريزونتال كده، مش الانجلو فتاكه هتتغير؟ هتتغير. السرعه النسبيه هتتغير؟ هتتغير. يبقى الباور هتتغير؟ يبقى الباور هتتغير. صح كده؟ وكمان خلي بالك ده احنا كده بندرس تاثير على ريشه واحده. طب بالنسبه بقى للريش الاثنين التانيين، ده هتلاقي الريشه منهم الانجلو فتاك مثلا خمسه، وريشه الانجلو فتاك سالب اربعه. الريشه الناحيه الثانيه بالعكس. صح كده؟ دي في النهايه تعمل لك ايه؟ باور منخفض جدا. طب بص كده على سافونيوس، حتى سافونيوس مش بيور دراج، ده فيها جزء ليفت
ولو صغير. ليه؟ بص كده البوكت دي، دي البوكت الايه؟ لو الهواء افترض ان هو جاي من هنا اهو، وادي سرعه الريشه جايه كده، وادي الريلاتيف. بص كده الريلاتيف، هل الريلاتيف، هل الريلاتيف مايله هورزونتال؟ لا، ده ليها زاويه. عارف معنى كده ايه؟ معنى كده برضه لما تيجي تحط التراك والليفت تمام كده، مش هيبقى بيور دراج، يعني مش كله هيبقى في اتجاه الدراج، يعني القوه النت كلها مش هتبقى في اتجاه مين؟ مش تبقى في اتجاه الدراج. حلو كده؟ علشان كده هتلاقي ايه؟ ها؟ هتلاقي ان في فورسز ايه؟ بتاثر مختلف. حد خد باله من حاجه ما بين البوكت دي والبوكت دي؟ في فرق كده ما بين البوكت دي ودي، شايف؟ دي البوكت اللي مواجهه للود، دي البوكت اللي ظهرها للود. بص كده على مسلسل السرعه. ايوه الريلاتيف. بص ديفيد قال لنا ايه؟ قال لك تخلي بالك، بص الريلاتيف دي اللي هي الدبل اللي شايفها كبيره، بص الدبل فوق صغيره. حد يفسر لك ليه الريلاتيف تحت قليله اعلى والريلاتيف فوق قليله؟ وهو ده على فكره اللي بيعمل فرق القوه. عارف الريلاتيف فوق لو الريلاتيف تحت وبنفس الزاويه مش هتاخد قوه ان شاء الله خالص، مش هتاخد باور اصلا. عشان التحت دي بتاخد دايركشن الدوران اصلا. ايوه بص قال لك ايه؟ قال لك دايركشن الدوران هنا ماشي كده، ماشي مع اتجاه الرياح. طب الريشه اللي فوق دايركشن الدوران ماشي عكس الرياح، بص كده ماشيه كده، دي ماشيه كده، صح كده؟ فبالتالي الريلاتيف الفلوستي بتاع الفوكت اللي مواجهه للرياح اللي هو الشكل اللي عامل كده، بتلاقي الريلاتيف الفلوستي عالي. عشان كده الليفت والدراج عالي، عشان كده هي دي المنتجه لمين؟ للقدره، والثانيه بتعكسها. عارف الريلاتيف فلوستي دي لو قد بعض، يعني لو الريلاتيف فلوستي بتاعت هنا زي هنا، دي مش هتلف اساسا. ايه اللي هيخليها تلف؟ ما هي القوه زي القوه دي، ايه اللي هيخليها تلف كده؟ مش هتلف. الفرق في الريلاتيف فلوستي هي اللي هتديك فرق في الفورسز، هي اللي هتديك فرق في القوه، في النت فورس تانجنشال، وبالتالي اللي هتلف في التربيع. فخلي بالك اللي احنا نقدر نطلع بيه ككونكلوجن حاجتين. ان مفيش حاجه اسمها بيور للليفت او للدراك، هي كومباينيشن، ولكن مين الدوميننت؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، مميزه الفيرتيكال الهورزونتال اكسس والتربل انها دايما بتتعامل مع نفس التدفق ونفس السرعات ونفس الزوايا. عكس مين؟ اي فيرتيكال، اي فيرتيكال الناس اللي شغاله سيموليشن هتلاقيه بيشتغلها دايما ان ستيدي. ليه دايما ان ستيدي؟ يا ريس ده انت عندك مليون انجل فتاك، يعني ما بين 0 و360 درجه لفه واحده، ها الانجل فتاك بتتغير كل، مش عايز اقول لك كل نص درجه، ايه ده كل يعني جزء من الدرجه بتتغير الانجل فتاك، وبالتالي تغير الانجل فتاك يعني تغير الريلاتيف فيلوستي، يعني تغير الفورسز، يعني تغير الباور. حلو كده؟ عشان كده تلاقي اي تربينه فيرتيكال تلاقي ليها كيرفين، كيرف اسمه انستانتينيوس سي بي، عشان الناس اللي بتعمل التقارير هيلاقي كيرف اسمه انستانتينيوس سي بي، وهو ده اسمه السي بي اللحظي عند كل زاويه. وفي حاجه اسمها الافريج ايه؟ سي بي. حلو كده؟ هتلاقي كيرف بالشكل ده، ده كده اسمه انستانتينيوس، ده اللحظي. وفي كيرف بقى العادي بتاعنا اللي هو ده، اللي هو علاقه السي بي تيرز ليدر شو، ده بيسموه الايه؟ الافريج سي بي المتوسط. طيب لو هنصنف طبقا لاتجاه الويند بالنسبه للاكس، فيبقى انا عندي تصنيفين، في فيرتيكال وهوريزونتال. وخلي بالك بقى عشان في مفهوم برضه مغلوط تاني، اتفضل يا في مفهوم للاسف مغلوط تاني على الهوريزونتال والفيرتيكال. ايه هو المفهوم المغلوط؟ ان اي عمود واقف يبقى فيرتيكال، اي عمود نايم يبقى هوريزونتال. طبعا الكلام ده غلط. ليه بقى؟ افرض ان انا خدت سافونيوس ورحت منيمها، هتبقى هوريزونتال؟ يعني افرض ان انا خدت سافونيوس ونجمتها، خليت العمود افقي، يعني هل كده هتبقى هوريزونتال؟ اقول لك لا. ليه بقى؟ هوريزونتال هي لا تصف الاكس لوحده، ولكن هي تصف الاكس نسبه لاتجاه الرياح. يعني لو الرياح اتجاهها بارلل لاتجاه الاكس يبقى ايه؟ ها؟ يبقى دي اسمها هوريزونتال. لو فيرتيكال او بريبنديكولار عليه يبقى اسمها فيرتيكال. عارف ليه انا بقول لك الكلام ده؟ برضه الناس اللي بتعمل تقارير هيلاقي سافونيوس بيشغلوها دلوقتي في الميه، تلاقي مجرى ميه هيدروكينيكس، مجرى ميه في فلو بيجري بسرعه معينه،
وروح جاي حاطط سافونيوس من ايامها كده. وركز بقى معايا. طب ما هو دلوقتي الاكس هوريزونتال مش كده؟ الاكس هوريزونتال. طيب بس هي فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ هي تصنيفها فيرتيكال اكس هوريزونتال. بالليه بقى؟ لان اتجاه الميه جاي كده والاكس كده، يبقى دي اسمها فيرتيكال. حتى لو كان الاكس هوريزونتال، عشان ما تقولش اي حاجه نايمه هوريزونتال واي حاجه واقفه فيرتيكال، الكلام ده غلط. تمام؟ عندك مثلا سافونيوس اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، واقفه كده، لو افترضنا انها واقفه يعني اتجاه الريحه اهو، فيرتيكال ولا مش فيرتيكال؟ فيرتيكال. يبقى ممكن تصنفها طبقا للاتجاه الرياح بالنسبه للاكس. تمام كده؟ يبقى دي ليها تصنيفين، يا اما هوريزونتال اكسس وين تربل، يا اما فيرتيكال ايه؟ فيرتيكال اكسس وين تربل. الهوريزونتال اكسس وين تربل تقريبا كلنا عارفينها لانها منتشره بشكل غير طبيعي. تمام؟ وهي التربينات زي مثلا طواحين الرياح اللي احنا كنا بنشوفها زمان خالص، اللي هم كانوا بيستخدموها في طحن الحبوب، دي هوريزونتال اكسس وين تربل. تمام؟ فالهوريزونتال اكسس وين تربل موجوده ومنتشره وبكثره. تمام؟ في نوع اخر وهو الايه؟ الفيرتيكال اكسس وين تربل. الفيرتيكال اكسس وين تربل برضه هنتكلم عنها، بس خلينا ايه؟ نكمل كلامنا على الهوريزونتال الاول. تمام؟ اول حاجه لسه مكونات الهوريزونتال بالتفصيل الممل، ها؟ شويه يعني مكونات داخليه هنشرحها مع بعض بس ان شاء الله اخر محاضره. تمام؟ خلينا بس الاول ناخد الفروق الجوهريه اللي بين النوعين. اول حاجه الهوريزونت دي مثلا بمثال لتربينه هوريزونتال. هكلمك على المكونات الاساسيه، لسه في مكونات ثانيه هنتكلم عليها. بيبقى عندك ادي تاور، بيبقى عندك ايه؟ جزء بيحمي، ها؟ الجنريتور بالجير بوكس بالكلام ده بيسموه ايه؟ ها؟ نازل؟ وفي عندك الريش بتاعتك اللي هي الدوارة اللي هي مترصصة على الهب. طيب وبعد كده تنقل الكهرباء بايه؟ بكيبلز، توديها لك فين؟ على على وحدة التوزيع بقى بتاعتك، سواء انت كنت بتوزع على شبكة ولا كنت بتوزع حاجة تانية. دي الأجزاء الرئيسية. طبعا في أجزاء تانية. أول حاجة الجزء ده، الملاحظات الأولية اللي أنت تشوفها؟ لأن الرسمة دي اللي أنت لاحظتها. أول ملاحظة جوهرية ممكن تلاحظها إن الريش مايلة كده شوية. بص كده معايا. يعني شايف العمود أهو. ده العمود أهو. الريش مش عاملة كده، مش بربنديكولار بالظبط، لا هي عاملة كده. واخدة زاوية كده. وإن كانت الزاوية بسيطة. ليه؟ أول حاجة أسألك سؤال، مش إحنا لسه قايلين بسرعات الرياح بتزيد وبتقل عادي؟ طيب مين قال لك بقى ان الرياح لما تيجي كده مش هتقرب الريش من التاور؟ خلاص كده؟ فتخلي الريش تقرب من التاور. اولا ممكن مش هقول لك انها تلمسه، عشان برضه في ناس تقول لك ايه انا مش هلمسه يا عم ده بعيد. اقول لك لا، المشكله مش انه يلمسه، هو المشكله ان انا مش عاوزه يعمل انتر اكشن معاه اصلا. بمعنى ايه؟ هو الهواء ده لما يجي وراه التاور، مش الريش دي هتتاثر، لان يعتبر الداون ستريم بتاع الريش هو الاب ستريم بتاع التاور. يبقى كل ما انا بعدت عن التاور كل ما كان ايه؟ كل ما كان احسن. النوع ده بيسموه حاجه اسمها اب ويند. اب ويند تايب. يعني ايه اب ويند تايب؟ اب ويند تايب عشان بص ما تقعدش توجع دماغك بتصنيفات وتعريفات. اول حاجه بيوجهها الرياح هو الريش. دي اسمها ايه؟ اب ويند. مين اول حاجه هتقابلها؟ الرياح. ايه الريش؟ بعد كده هتقابل مين؟ هتقابل بقى التاور بالاجزاء الثانيه. صح كده؟ ايه تاني اللي لازم يكون موجود في التربينات اللي من النوع ده؟ لازم جهاز او كنترول، هنتكلم برضه عليه ان شاء الله، اسمه الياو كنترول. ايه الياو كنترول ده؟ افرض ان الرياح كانت جايه كده، بعد شويه مالت بزاويه، مش انا محتاج اميل الوش بتاع التربينه؟ يبقى في حاجه اسمها ياو كنترول. خلي بالك الياو كنترول ده فيه منه نوعين، في اكتف وباسف. يعني في نوع محتاج مصدر خارجي زي سيرفو موتور هو اللي يتحرك عن طريق في سنسور هو اللي يقيس ويحرك، السيرفو موتور يحرك. وممكن يكون باسف. يعني ايه باسف؟ باسف يعني بتحط زي ريشه كده ماشي في اخر الايه؟ في اخر التربينه من ورا، بحيث انها هي اللي تعمل ايه؟ هي اللي تعمل الجايد ده. طبعا دي بتحصل في التربات الصغيره، يعني لو كنت تربينه صغيره اقول لك ايه؟ اقول لك كلامك ايه؟ مظبوط، ممكن نعمل الكلام ده فعلا. لكن ما ينفعش اعمل الكلام ده لو ايه؟ لو التربينه بتاعتي ايه؟ كبيره، لو
البنيه بتاعت الشبيره محتاج سيرفو موتور هو اللي يبدا ايه يحرك لي الايه الجزء ده. طيب ممكن اسال سؤال، هو ايه مشكله الهوريزونتال اكسس وين تربن اللي من النوع ده؟ اولا انا عندي طول تاور، ارتفاع تاور طويل جدا، اولا ده تكلفه عاليه جدا كانشاء وتكلفه عاليه جدا كصيانه، لانك انت الاجزاء كلها راكبه فوق، صح كده؟ اجزاء راكبه فوق يعني في تكلفه كبيره جدا جدا جدا، ها؟ عشان اولا تطلع الاجزاء دي فوق، وعشان ان شاء الله مستقبلها لما تيجي تصيرها. طيب ايه تاني؟ التاور الكبير قوي ده بيعمل فورتكس وراه. يعني بص كده معايا، تخيل معايا انت ما خدت في الفلويد ميكانكس، الراجل عندك سلندر وماشي عليها هواء. مش دي مش كده الهواء ايه دي كده ايه؟ ويكس. الويكس دي بتزود التربلنس بعد التربينه ولا لا؟ يعمل لك اهتزازات ولا ما يعملش اهتزازات؟ بيعمل اهتزازات. يبقى التاور الكبير قوي ده هو ليه مميزات. يعني هو مش كله عيوب، ايه مميزاته؟ انك بترفع التربينة عن مستوى الارض بمسافة كبيرة، وبالتالي بتتعامل مع سرعات رياح اعلى، لانك بعيد عن اتجاه الشير فورس او الشير ويند اللي احنا اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت. تمام؟ طيب يبقى خلي بالك ان النوع ده ليه مميزات وعيوب، طبعا هنسردها في اخر الايه؟ في اخر الهوريزونتال يعني. تمام؟ يبقى النوع ده من الانواع، اولا اللي ممكن يحتاج ممكن يحتاج تحكم اللي هو ياو كنترول، لا اما يكون اكتف لا اما يكون باسيف، على حسب ايه؟ على حسب التربينه بتاعت الكبيره والصغيره. ممكن يكون النوع بتاعي داون. داون يعني ايه؟ اخر حاجه بيشوفها الرياح الريشه. اقول لك طب وايه الميزه ان شاء الله؟ اولا اول ميزه ان انا ما بخافش ان الرياح تقرب الريشه من العمود، صح؟ لان الرياح كده هتبعدها اصلا عن العمود. ده بيسمح لي ان انا اعمل ريش فليكسبل عادي جدا. عارف الريش بتاعت الاب ويند لازم تكون سوليد، لازم تكون يعني طف، ما ينفعش يبقى فيها نسبه فليكسبل، لان لو فيها نسبه فليكسبل فانا كده هتقرب من الايه؟ هتقرب من التاور. طيب ايه تاني الميزه هنا؟ لو حد لماح ايه الميزه من النوع ده؟ على الرغم ان هو مصايبه سودا يعني. هقول لك ليه مصايب سودا؟ لان هنا الهواء بيعدي الاول على التاور ثم على الريشه، يبقى هيعمل فورتكس قبلها ولا مش هيعمل؟ يبقى يقلل لك اداء التربينه ولا ما يقللش؟ يقلل. بس في ميزه باخدها، الباسيف كنترول. عارف ليه؟ الرياح لسه داخله بطاقتها، تعرف تحرك لي الريشه اللي هتبقى فوق اللي هتعمل لي تحكم في الياو كنترول بدون ما اعمل باسيف كنترول خارجي، صح كده؟ قصدي اكتف كنترول خارجي بدون ما اعمل ميكانيزم كامل عشان اعمل تحكم، صح كده؟ يبقى دي الايه المميزات والعيوب بتاع النظام ده. طيب بص عشان في محاضره ورانا، تمام؟ احنا هنقف لحد الحد ده، تمام؟ وان شاء الله المره الجايه يعني ان شاء الله المره الجايه اللي هي بعد الميد ترم يعني هنقول ايه؟ هنخلص الشطر، حتى لو ما خلصناش في المحاضره هنكمله في السيشن. طيب ركز معايا كده عشان دول الكلمتين دول اهم كلمتين.